صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخوف من الجن والشياطين يؤثر على إيمان المرء؟ الخوف من شرهم من أجل أن يستعيذ منهم ويحذر منهم طيب، أما الخوف منهم من أجل يخضع لهم ويذل لهم هذا لا يجوز. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا خوفا، فلا يخافهم ولكن يخاف من شرهم ويستعيذ بالله من شرهم. نعم.